ده خبر مهم جدا يخص بطولة كأس الأمم الأفريقية. موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعا المكتب التنفيذي للكاف لاجتماع عاجل غدا إن شاء الله في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت الدوحة، في الدوحة يعني بكرة الساعة 2 الظهر في الدوحة هيبقى في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي أعتقد لاتخاذ قرار حاسم رسمي. وده اللي انا كنت بسال فيه احمد عويس، يعني امتى هيبقى في قرار رسمي لهذا الامر؟ اعتقد ان بكره هيبان القرار الرسمي بالنسبه لكاس الامم الافريقيه. طبعا كده كريم خبر مهم بالنسبه طبعا للموضوع الامم الافريقيه، اعتقد طبعا ان ده هيبقى الفصل الختام في وكمان الميتنج الاجتماع اللي اتحدد بكره بالكونفرنس، فواضح يعني ان هم مستعجلين جدا، وواضح ان في جديد ليه؟ لان موتسيبي من ساعه مراحل كاميرون وهو متماشي تماما. هو المكتب مش كونفرنس، خلي بالك، لان المكتب التنفيذي كله في الدوحه دلوقتي. يعني عشان السوبر ممكن عشان خاطر كورونا يعني، بس اللي اقصده ان الراجل هو اكد على كل شيء طلع من الكاميرون، كل حاجه الكاميرون قالتها هو اكد عليها وقال ما فيش مشكله يا جماعه واحنا، ودخل برضه في السكه بتاعت اشمعنى اوروبا ولعب على الوضع ده. حتى كان ايتو عنده يعني لقاء كان مهم جدا مع قناة بلوس، طبعا القناة الفرنسية الشهيرة، واتكلم على ودخل يعني ايتو واخد الموضوع في صراع افريقيا مع اوروبا، هو حابب يخش في التراك ده. وموتسيبي مش هيكسب غير كده. وموتسيبي مشي معاه. السؤال هنا ان موتسيبي يعلن ان بكره في اجتماع طارئ، ده الخبر حتى اللي جالنا قبل ما نخش الهوا، اجتماع طارئ بكره الساعة 2 الظهر، فواضح لازم يكون في جديد. ان انا مش هقدر اتكلم باللهجة دي واتكلم باللغه دي واطلع البيان الرسمي اللي طلع لكل وسائل الاعلام في افريقيا طالع بصيغه ان اجتماع طارئ. ما دام اجتماع طارئ يبقى النهارده في جديد. طيب ايه الديفولت او ايه الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ الواقع ان رئيس الاتحاد الكاميروني ورئيس الكاف اكدوا ان البطوله في ميعادها. طيب اجتماع طارئ يبقى كده انت اكيد هتجيب معلومات او هتجيب اخبار او قرارات منافيه او مضاده للي انتوا اتفقتوا عليه خلال ال 48 ساعة. انا بعتقد ان هو هيتأجل ل 23 وهو الانسب في كل شيء. صيف؟ شتاء 23. ده بالظبط ده الميعاد يعني ده لانه 23 كده كده في بطوله كاس امم افريقيا. بس اتنقمك اعتقدش ممكن تلعب في كام، يعني اعتقد كوت ديفوار بقى ممكن تبقى هي الواجهه 23؟ لا بالعكس، بعد المصاريف اللي صرفتها الكاميرون دي ياخدوا تعويضات بقى. ياخدوا تعويضات ممكن، لكن لو تعويضات من الفيفا انا اعتقد الكاميرون، انا في وجهه نظري الشخصيه كابتن اسلام، الكاميرون ضغط هذا الضغط الشديد معناه عشان تاخد تعويضات، لان كل المشاهد بتؤكد ان فعلا الكاميرون مش مستعد فعلا. طبعا طب يعني ايه المشكله لما تتاجل لشهر 6؟ صيف؟ لا مستحيل. صعب لا مستحيل. ولا الامطار الموسميه ده يعني مش تعيش عشان الميه قد كده هتلعب ازاي؟ ده رحنا مره نيجيريا في الصيف يا خبر. لا الدنيا بتمطر وكده هتتلغي، يبقى صعب كده. لو مش كده يبقى كده هتتلغي يعني. لا هو ممكن تتلعب في 1/23 صح، بعد كاس العالم. بعد كاس العالم، وبعدين اصل هو دلوقتي لو اتلعبت الاسبوع ده يعني الشهر الجاي خلاص اتلعبت، وبعدين اتلعب كاس الامم، بعد كاس الامم كاس العالم للانديه، وبعد كاس العالم للانديه الدور الاقصائي المهم بالنسبه للبطوله لكل المنتخبات الافريقيه، وبعد كده كاس العالم خلاص. طب امتى هتبقى التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه؟ زي مشكله مش في الاجنده يا كابتن اسلام، المشكله مش في الاجنده خالص، المشكله في الانديه الاوروبيه والاجنده الاوروبيه. ما هي الاجنده دي انت بتجيبها منين؟ الانديه الاوروبيه ضاغطه بشكل فظيع جدا يعني. الانديه الاوروبيه فعلا، والامانه هم فعلا عندهم حق، انك بتتكلم النهارده المتحور الجديد لكورونا، انت فعلا ما تضمنش اللعيبه هترجع زي كلوب يعني. يورجن كلوب فعلا بيجي فعلا يخسر الدوري في الفتره ما بين شهر 12 لشهر 2 يعني. الفتره دي فعلا يعني لو ناس بتعمل شارت بيت لليفربول في المواسم بيخسر فيها الدوري، بيبقى بادئ الدوري متصدر لفتره، هوب نيجي احنا المان سيتي نحتل الصداره. طب اشمعنى انتوا ما بيجيلكوش كورونا بعد الشر عن كل الناس يعني؟ لا مش قصدي، ما هوش الفريق ممكن عندهم قوام جامد، قوام ما فيهوش لعيبه من افريقيا، واكيد طبعا هما يخافوا طبعا. هديك اللعيبه بتاعتي فريش ومستنيين كل حاجه، الله اعلم هيرجعوا لي ازاي. فاكيد برضو مع كامل احترام صراحه لكل الكلام جاي من كاميرون، انما الاحتياطات الطبيه اكيد مش هتبقى في اعلى ليفل ليها هناك. لا عموما انا الكلام الرسمي اللي طالع من الكاميرون ان كل حاجه كويسه وكل حاجه تمام، وهنتبع هذا الامر لانه في النهايه هو هو الموضوع الرسمي اللي طالع من الكاميرون. عموما نتمنى ونشوف بكره، هننتظر او مش هننتظر، بكره اخيرا هنعرف ايه اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه
بعد الاجتماع الطارئ للاتحاد او المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. طيب